البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله، الحمد لله، حمد الطيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذه الساعة من برنامجكم الإسلام والحياة، والذي يأتيكم على تمام الساعة 5:05 على قناة التناصح الفضائية، ونستضيف فيه في مثل هذا اليوم ومثل هذه الساعة صاحب الفضيلة الشيخ محمد أبو عجيلة حفظه الله تعالى وبارك الله في علمه وفي عمره، نفع الله به الإسلام والمسلمين ونفع الله به العالمين. وكالعادة الإخوة والأخوات، قبل أن نبدأ معكم نذكركم بأرقام الهواتف، وهي كالتالي إن شاء الله تعالى: 0-21-36-01، الرقم الثاني 0-21-36-02، والرقم الأخير 0-21-36-03. كما يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الفايبر، وهي كالتالي كذلك 094-400-66-56-80، والرقم الأخير 094-400-66-56-81. الإخوة والأخوات، ننبهكم كما يمكنكم متابعة البرنامج أيضا عبر أثير راديو دار الإفتاء عبر التردد 90.9. إذن نرحب جميعا بصاحب الفضيلة الشيخ محمد أبو عجيلة، حياكم الله شيخنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. وبك وبالمستمعين وبالمشاهدين والقناة وأهلها. حياك الله شيخنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. شيخنا، ما زلنا في القاعدة الفقهية المباركة، المشقة تجلب التيسير، رجعنا إليها إن شاء الله تعالى. وشيخنا، نحب أن نعرف مسألة مهمة جدا وقد يسألها بعض الناس ويحيروا فيها، مسألة استقبال القبلة في البناء. يعني بعض الناس قد يبني بنية وبعدين يقولوا والله أنت بنيت أكرمك الله المرحاض على جهة القبلة، فممكن يقوم بكسره وكذا بعض فشيخنا، حكم استقبال القبلة في البناء وكذلك في البنيان وكذلك في الخلاء أو في الصحراء، تفضل شيخنا جزاكم الله خيرا. أحسنت وبارك الله فيك. أقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد علم الهدى وعلى آله وأصحابه وجنود دعوته وحملة شريعته ونقلة سنته وكل من به اقتدى، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، ومن حرص دار الإفتاء المباركة على ألسنة مشايخها وطلاب علمها أن تبين للناس كثيرا مما نزل إليهم مما جاء في القرآن أو في السنة، ومما يكون لصيقا بحياتهم. نعم، هذه مسألة مهمة. هناك حديث مشهور صحيح مشهور بين الناس، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتى أحدكم الغائط، يعني بيقضي حاجته إلى المكان المنخفض، بيقضي حاجته، قال: فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. في بعض الروايات:
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، يعني في الغائط في قضاء الحاجة لا تكن مستقبل القبلة ولا تكن مستدبراها، يعني بعورتيك. وجاء في الحديث ولكن شرقوا وغربوا، وكلمة شرقوا وغربوا هذه لابد أن نفهمها في بعض الأماكن مش في كل الأماكن. طيب الآن إحنا في بيئة ممكن تمشي شرق ولا غرب، تخطى القبلة، تخطى القبلة وتخطى استدبارها في المدينة. نعم في بعض الأماكن التشريق أو التغريب هو إما أن يكون مستقبلاً وإما أن يكون مستدبراً، فهذا شرق أو غرب خاص بمن تكون يعني إذا غرب وإذا شرق فإنه يكون لا يكون مستقبلاً ولا مستدبراً، هذا لابد أن يفهمه الناس. اختلف العلماء في هذه المسألة، هل هي في كل مكان؟ في كل مكان، أينما قضيت حاجتك فلا تستقبل ولا تستدبر، أو هي خاصة بمواضع دون مواضع. الإمام مالك رحمه الله تعالى وهو من سادة تابع التابعين وكاد أن يكون تابعيا رحمه الله تعالى ورحم أئمتنا جميعا، على طول قال هي مخصوصة بالفيافي. هذا الحديث راه موجه لمن يختلي أو يقضي حاجته في الصحراء في الفيافي، أما في المدن وفي القرى فلا على طول. وكان معه أئمة الشافعية وبعض الآرار الحنابلة وقالوا هذا الكلام، وهناك من أئمة السلف من قال هذا الكلام. واستندوا أيضا إلى بعض الأحاديث، وعلى رأس من استندوا إليه هو ما جاء عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. ونحن نعلم أن المذهب المالكي كاد أن يكون عمريا، أن نقول بكثرة عن عمر وعن ابن عمر رضي الله عنهم جميعا. في صحيح البخاري وغيره قال ابن عمر رضي الله عنه ارتقيت فوق ظهر بيتي بيت حفصة، وفي رواية بيت لنا لحاجة. أفهموا أيها الناس، رقى على البيت أو رقي على البيت لحاجة، لأن الظهور على البيوت فيه كشف لعورة الناس، لا يكون من حاجة ويعني أن يعلم الجيران إلى آخره حتى لا. المهم فصادف أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم راه مستورا لم ير عورته، لكن رآه جالسا على لبنتين يقضي حاجته مستدبرا للقبلة، وحتى بيأكدها قال من وجهه إلى الشام. لأن القبلة الأولى كانت عكس القبلة الحالية، الآن إذا استقبلت الشام استدبرت الكعبة، وإذا استقبلت الكعبة استدبرت الشام. وروى أبو داود وغيره من حديث
مروان بن الأصفر قال حتى وعى عليه ابن عمر رآه في رحلة من رحلاته أناخ الناقة وقضى حاجته إليها جعلها ساترا فقال له ألم ينهى عن ذلك يعني نهينا عن استقبال القبلة ببولنا أو غائطنا فقال له ابن عمر بلى أنا عندي علم وصل الحديث علمته بلغني قال هذا قال وين في الفضاء إنما ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس هذا ما قال به الإمام مالك وغيره من الأئمة يعني ببساطة بيقول لك هذا النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول أو استدبارها نهي هو نهي يفيد التحريم يقول علماؤنا بالتحريم ويقول غيرهم لكن قالوا هذا في الفضاء في الصحراء أما في البيوت فلا أما في البيوت في المدن في بيتك الآن في السواتر هذه لا وهذا توسع كبير من ابن عمر ابن عمر بنفهم من فعله أن حتى في الصحراء إذا كان لك ساتر فلا بأس وهذا سنذكر ما علة النهي بعض الأئمة وانتصر لهم بعض علماء هذا الزمان هو موجود من قبل عند الأحناف وعند غيرهم بل قال به أئمة كبار يعني حتى من مذاهب يعني مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد وقال به الشيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن العربي من علماء المالكية يعني كثير الأئمة قالوا الحديث هو سواء يعني النهي بالتحريم سواء في البنيان أو في خارج البنيان يعني في الصحراء ولا في غير الصحراء عندهم ممنوع وهذه هنا احنا نتكلم عن المشقة تجلب التيسير قالوا أول ما تمسكوا بمسألة رواية مسلم عليه السلام رحمه الله تعالى لما قال جاء بحديث أبي داود أبي أيوب قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة أبو أيوب اللي سمع الحديث والعمد عليه قال ونهينا وكذا من أتى يعني الغائط أو كذا إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولي أظهره فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها قال فلما قدمنا الشام فوجدنا مراحيض المراحيض هذه التي أعدت لقضاء الحاجة قد بنيت قبل القبلة يعني مراحيضهم جهة القبلة وامتقد الحاجة تكون مستقبل القبلة فتحرج أبو أيوب من ذلك فتحرج أبو أيوب من ذلك فماذا فعل والآن محكوم هو فجعل ينحرف حتى لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا وقال ونستغفر من ذلك قال بعض العلماء منين استغفر إذن هو علم وهو الراوي للحديث أنه الأمر سيان في الصحراء وغير الصحراء في المدن والقرى والآن في بيوتنا
والله في الخارج سيان، لأن تحرج ومال جهة اليمين أو ذات الشمال بهم حتى لا يستقبل القبلة قدر المستطاع، واستغفر من ذلك. قالوا لو لم يرى أن الأمر يعني قصد به في الصحراء وغير الصحراء لما استغفر ولم يمل إلى ذات اليمين أو ذات الشمال تحرجا من استقبال القبلة، من استقبال القبلة. نحن نقول هناك أئمة الجمهور، قال بعضهم الجمهور يقولون بالتفريق، وبعض أهل العلم يقولون بغير التفريق. الجمهور يقولوا الحديث المقصود به الصحراء الفيافي، هذه لا تستقبل ولا تستبدر، يا تدبر يحرم عليك، ولكن شرق أو غرب حسب، المهم بدل اتجاهك. والآخرون يقولون هما سواء، هما سواء. هي المسألة ترجع إليه، ترجع ليش؟ ما هي علة المنع؟ ما هي علة المنع؟ لا شك أن القبلة أعظم الجهات، وهي الجهة العظيمة، نصلي إليها، ننحر إليها دائما وأبدا، هي أفضل جهاتنا. فمن قال العلة هي القبلة فقط، القبلة وشرف القبلة وعظمة القبلة، قال لا فرق بين الساتر وغير الساتر، بين المرحاض وبين الفيافي. أهل العلم يذكرون سبباً آخر، سبباً آخر، وهو أنه أو علة أخرى، وهي صلاة وعبادة الملائكة وعبادة الجن، صالحي الجن وسواهم الذين يعني نحرص على ألا نكون في قبلتهم. نحن لا نراهم، نحن لا نراهم، حتى الشيطان وغيره يقول إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فربما تصلي في قبلتك، في قبلتي، إما مستدبرا وإما مستقبلا بإحدى عورتيك، فقالوا هذا هو السبب. يعني هل السبب أو الحرمة لحرمة المصلين أو لحق القبلة؟ يعني هل العلة هي العلة هي المصلون أو ذات القبلة؟ وينتج عنها أمر آخر، كان إذا كانت العلة هي أو العلة المصلين فنفعل كما فعل ابن عمر، نجعل ساترا، نجعل ساترا، وإن كان مطلق القبلة. هناك من رجح هذا وهناك من رجح هذا إلى آخره، لكن هي القبلة وعظيم شرفها. تبين مسألة أخرى، تو الآن نقول ونعيد، جمهور العلماء بيقول لك في البيت كيف ما يكون المرحاض لا شيء عليك، وذكر علماؤنا أن هذا من رفع الحرج، من رفع الحرج. مرات الكنيف والمرحاض ضيق أو في مكان يصعب عليك أن تتجه به القبلة، أن ألا تتجه به القبلة. طبعا هي القبلة وإدبارها واستقبالها شيء واحد، جهة واحد، فقالوا يضيق، أحيانا يضيق طريقة الوضع المرحاض يضيق عليك، فيفتوء الجمهور ييسرون على الناس
وفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه هذا التيسير وقالوا هو في الصحراء، أما في الصحراء فلا مندوحة إلا من عذر، إلا من عذر، وإلا فيحرم عليك في الصحراء. لكن في البنيان داخل الجمهور يقولون بأن ذلك ليس داخلا في النهي، يعني وتدخل الحمام تاعك وحمام جهة القبلة متجه القبلة أو عكس القبلة فلا حرج عليك، فلا حرج عليك عند الجمهور، تيسيرا من الشاه بالشرع واقتداء بما فعل ابن عمر. بل روى جابر، لأن هناك من بعض المشايخ من لما قال ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستدبر القبلة قال الاستدبار أخف من الاستقبال، وخص الرخصة بالاستدبار، بالاستدبار. جاء حديث جابر وقال أني ريت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقبض بعام يستقبلها، إذن عندما مرة يستقبلها ومرة يستدبرها، هذا من صاحب الشرعي، فدل على 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 صحة قول الجمهور. ومن هنا أوردنا الدرس واعتبرناها رخصة وتيسيرا. في هناك مسألتان، اللي يقول المسألة هي لعلة المصلين، هذا يقول بخروجك من النهي بستر حتى في الصحراء، واللي يقول لا لشرف القبلة لا ينفعك. بعض أهل العلم يقولون شيئا مهما، قال لك المسألة فيها خلاف وفيها كذا، نعم فيها مندوحة فيها رخصة، لكن أنت يا صاحب الحوش يلي بتبني المنحاض متاعك إذا استطعت أنك أنت يعني تخرج من أقوال من يعني توافق أقوال أهل العلم جميعا، فاجعل مرحاضك لا إلى القبلة لا مستقبلا ولا مستدبرا، يعني تقدر داخل في المرحاض وامتبنيه وبتحط الواحد ما تحطهاش لجهة القبلة، من باب الاحتياط، من باب الورع، من باب يعني قطع النينة يقولوا، لا بس، فتكون على جميع قول العلم. لكن إذا ضاق المكان أو دخلت إلى مكان ليس من بنائك أو في مكان هكذا وشريته وجدته هكذا أو كذا أو كذا، فإنه لا شيء عليك، لا حرج عليك في استقبال القبلة أو في استدبارها ما دمت في المراحيض أو في المدن أو في غير الصحراء والفيافي. إذن من باب يعني الأخذ بما قال بعض أهل العلم، فلا بأس وأنت باني حوش جديد وكذا تقول لي الإسطال تاع السباكة اجعله إلى الشرق أو الغرب إن استطعت، نسيت أو لم تفعل أو ضاق حمامك أو هو حمام غيرك أو لأي سبب من الأسباب، فلا حرج عليك إذا كان المرحاض في المدن وفي هذه السواتر الموجودة وفي غير الصحراء. بعض العلماء يقولوا غير الصحراء، فإن هذا النهي لا يتوجه إليك. ونحمد الله سبحانه وتعالى على منته وفضله وترخيصه ويسره بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. نعم. شيخنا بارك الله فيك، نستقبل بعض المكالمات. جزاك الله خير شيخنا. بعض علمائنا لما دقيقة بس تفضل. بارك الله فيك، يعني هم العلماء يقول الآن في النهاية هو من باب الضرورة، حتى علمائنا لما فصلوا الأمر تفصيلا كبيرا قالوا يعني إذا كان هي القبلة فقعد النهي،
لكن هو للضرورة، إذا كان للمصلين يكفي الستر، وإن كان للقبلة فهم باب الضرورة، فهم باب الضرورة، والله أعلم. طيب شيخنا جزاكم الله خير على ما قدمتم، نستقبل بعض المكالمات ثم نعود إن شاء الله. طيب شيخنا، إذن الأخ إدريس سرابس، فضل يا أخوي إدريس. هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبتين يا أخي، وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا إدريس. حياك الله شيخ عبد الباسط. حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا بكم. حياك الله شيخ محمد بوزير، كفيت ووفيت وبارك الله فيك وزادكم الله وعلمه ومتعك الله بالصحة والعافية شيخنا. يا مرحبا يا مرحبا شيخنا. السؤال هو سوى ملاحظ في ناس أنا عندهم عمامين يلسوا في العمامة على كتر فيها على الراس، وفي بالنسبه لي احنا اللي بين نلبسه في الطاقيه تو الشيخ لبسها الشيخ عبد الباسط توا، لكن احيانا مرات ينزلها لقطه على الجبهه مكان السجود، فما هو السمك الذي يجب ان يكون ما بين السجود وبين المصلاك وبين الجبهه؟ نعم واضح، هو واضح نعم. فكم تكون الكثافه هذه؟ يعني كم من يرفع الطاقيه فوق والله يرفع العمامه والله يسجد عليها، يعني السمك الكثافه كم تكون مثلا؟ باي حاضر حاضر. طيب. واضح واضح، جزاك الله خير. نعم بارك الله، شكرا بيك. جزيلا. بنت ليبيا من طرابلس، صدي اختي فضلي. بنت ليبيا مرحبتين بك، يبدو ان في مشكله عندها في الهاتف. نعم اذا محمد من طرابلس، فضل اخوي محمد. محمد من مصراته. محمد من مصراته، وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا محمد، تفضل يا اخي. يا شيخ احنا تو العله مش بالقبله، العله في القناه تاع كيف محمد؟ تفضل يا محمد. لا باس ان شاء الله، انقطع الاتصال محمد لا باس، اذا عاد محمد لا تفضل، اهلا وسهلا بك. نعم في اتصال اخر، في متصل اخر. نعم عبد الرؤوف، تفضل يا اخي عبد الرؤوف، اهلا وسهلا. تفضل يا عبد الرؤوف من طرابلس، تفضل يا عبد الرؤوف، تفضل يا اخي. يلا ابو يوسف من كيكلات، تفضل يا ابو يوسف، تفضل يا ابا يوسف. نعم يبدو ان الاتصالات فيها خلل اليوم. طيب لا باس ان شاء الله ثاني. شيخنا بارك الله فيكم، الاخ ادريس يسال عليه، الإنسان يسجد على العمامة أو يسجد على الطاقية يعني جبهة، يعني تكون فيه حائل بينه وبين الأرض، فيقول ما هي القدر الممكن أو القدر المتاح أو القدر نعم تفضل شيخنا. السجود واجب على الجبهة، وتفسد الصلاة بتركه يعني لغير أصحاب الأعذار، وقديما يقولوا هي المسألة على الجبهة، ترك الجبهة يعيد أبدا، وترك الأنف يعيد في الوقت، ويقولوا إذا صلت العزوز صحت الصلاة، وإذا صلى الشيباني بطلت الصلاة. العزوز يقبل جبهة، والشيباني هو الأنف. يعني قديما الفقهاء والمشايخ يقربوا في المسألة للناس، يقول العجوز كان يصلت الجبهة تصح الصلاة، وإذا صلى الشيباني يعني سجد على أنفه فقط دون جبهته، هذا غير أصحاب الأعذار فتبطل صلاته. وقلنا هو لا تبطل بالجبهة وبالأنف، إذا ترك الأنف يعيده في الوقت، وإذا ترك الجبهة يعيده أبدا. بقيت الحائل، يسموه الحائل، هذا الحائل هذا يقول فقهاؤنا يعني في العمامة يقولون بالعفو عن الطرقة واثنين، طرقة من العمامة والطرقتين، هذا عفو ما يضرش، لكن إذا زاد تبدأ الكراهة إلى أن تبطل الصلاة. فزي اللي يسجد على طاقية احنا نقول الطاقية الحمراء، هذه سميكة، اللي يسجد عليه بعض الناس يجي الطاقية بتاع الشتاء بتاع اللي يجي 4-5 طرقات ويسجد عليها، هذا ما سجد على جبهتي، ما سجد على جبهتي. فإذا كلام
كلام أخونا إدريس أو أخينا إدريس بارك الله فيه، وينبه على مسائل مهمة. نعم، يجب أن يجب على المصلين أن ينتبهوا إلى هذا، ينتبهوا إلى هذا، نسجد له على سبعة آراب، سبعة آراب. لكن الجبهة هذه واحدة منهن هي ألا يفصلها فاصل كثيف حتى لا تكره الصلاة أو تبطل أو تبطل الصلاة. نعم. طيب شيخنا ناخذ بعض المكالمات ثم نعود إن شاء الله. نعم، الأخ أبو يوسف رجع إلينا من كيكلة، تفضل أبو يوسف. مرحبتين بك، أرجوك اسمعني من الهاتف يا أخي أبو يوسف. يا أبو يوسف اسمعني من الهاتف لو سمحت، تفضل يا أبو يوسف. يبدو أن هناك يعني صدى في الصوت و... نعم يا أبو يوسف. السلام عليكم. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ عبد الباسط، وحيا الشيخ محمد أبو عجيلة. حياك الله يا أخي أبو يوسف، يا مرحبتين بيك والله. ألو. نعم نعم، نسمع فيك يا أخي، أنت معي على المباشر. نعم، حياك الله وحيا الشيخ أبو عجيلة يا شيخ عبد الباسط. حياكم الله، تفضل سؤالكم يا أخي. يا أهلا وسهلا، تفضل سؤالكم. سؤال يا شيخ، ما حكم ما بعض المدن يضعون في مجسمات لبعض الحيوانات ما بين قوسين تماثيل، ما الحكم في ذلك؟ وين يحطوا فيهم؟ يحطوا في بعض في مجسمات لبعض الحيوانات تماثيل ما بين قوسين، ما حكم ذلك؟ طيب حاضر، طيب شكرا، بارك الله فيك. نعم، ضياء تفضل من مسلاته. ضياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، يا اهلا بضياء، تفضل يا اخي. حياكم الله. الله يحييك يا ضياء، اهلا وسهلا بك، تفضل يا اخي، تفضل. نسر عليه طبعا في الشيخ عبد السلام بصمه، وانا عصي التفاف وحده عند الكتب. الطعن الشيخ عبد السلام بصمه. نعم حاضر. طيب تسمع الكلام ان شاء الله. حاضر. نعم، علي من الخمس، تفضل يا علي. علي من الخمس. نعم، إذا نرجع للشيخ. شيخنا بارك الله فيك، الأخ أبو يوسف من كيكلة يسأل عن وضع التماثيل في بعض الأماكن، يبدو أن في بعض الفلل أو بعض القصور أو في الشوارع مثلا، يعني ما حكم ذلك؟ أو في بعض البيوت يعني. نعم، التماثيل هذه والمجسمات إذا كانت إما أن تكون عن ذي روح أو غير ذي روح، واحد دار ثمتان لجبل، شجرة، لشيء لا روح فيه، هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. كما يجعل ثمتان للكعبة المشرفة للمسجد، هذه لا شيء فيها. نباتات، المهم الذي لا روح فيه. أما الذي فيه الروح فهذا، هذه مسألة فيها تشدد فيها بعض العلماء تشددا كبيرا وسدا للذريعة، قالوا بقولهم أو قالوا قولهم، لأن أصل عبادة الأصنام والعياذ بالله هي تماثيل، هي رسومات ثم تماثيل ثم صوت فيها الشيطان واتخذت آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. والعجل الذي أضر ببني إسرائيل مذكور في القرآن، باك واحد يقول لي ما هذا في القرآن، له خوار خش في ريح ويطلع دي في الصير، وهو عجل من ذهب، فعبدوه، تعبدوا العجل من دون الله لما ذهب موسى إلى الطور. لا تأتي إلا بشر. لذلك سد الذريعة فيها والاحتياط فيها هو الأولى. فلا به، هذه واحدة بالنسبة للتماثيل هذه.
هل هي كاملة ولا ناقصة؟ بعض العلماء يرى كان مش تامة ناقصة، أو بمعنى إذا نفخت فيها الروح ما تعيشش. بعض أهل العلم نهى عنها جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يطمس التماثيل أو يكسر التماثيل. وفي من يقول فرق ما بين هي كاملة ولا غير كاملة، فيها الحياة إذا 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 دخلتها الروح هل تكون كاملة وتحيا ولا لا نص، أو نخرقها أو غير ذلك. لكن الأحوط هو الترك. وهذه مادة مسألة تتعلق بالأجانب، الأجانب يستعملونها ويزينون بها بيوتهم. والمسألة هنا أيضا تتحول من مسألة تعظيم ولا امتهان، لأنه يقودنا إلى الصور. حتى الصور العلماء يقولون إذا كانت ممتهنة شيء وإذا كانت معظمة شيء. ممتهنة يعني يمشي عليها الناس، لا تعظم، فهذه أجازوها وبعض منعها. لكن إذا كانت معظمة فالأكثر على منعها لما فيها من الضرر والمخالفة لنص الحديث وسدا للذريعة فيما حدث ويحدث في من يعبدونها أو يتشبهون بخلق الله سبحانه وتعالى، وعذابهم يوم القيامة عظيم. يقول له أنفخ فيها الروح ولن يستطيع، يعني يكلف بمحال أو بما لا يطاق فلا يستطيع. وهذا نوع من التعذيب، نوع من التعذيب. استثنى العلماء مسألة اللعب للأطفال بحديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. فأنا أقول لإخواني جميعا الأحوط الأحوط لبيوتكم ألا تكون فيها التماثيل، ألا تكون فيها الصور بصفة عامة لذات الأرواح، ومن باب أولى التماثيل. والملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال، وكلنا في أمس الحاجة إلى بركات الملائكة وتسبيح الملائكة. ولذلك كثير من الناس عندما يقول بنتي ضربها جن وعيلتي ضربها عفريت وسحار وكذا، نحن لم أمرنا بقراءة سورة البقرة لا تستطيعها البطلة أي السحرة، مما يعين على بيوتنا أن تكون طاهرة منورة بذكر الله بالصلاة، ألا تكون فيها صور، صور ذات الأرواح، ذات الأرواح، وخاصة إذا كانت في مركز التعظيم، في مركز التعظيم. لماذا يعني تريد أن تحجب الملائكة عنك؟ الملائكة تنزل من السماء يعني على خيام النور من ذكر الله سبحانه وتعالى، وبيتك يكون مظلما بهذه الصوير أو بهذه المجسمات وهذه المعظمات، وقد يشتريها الإنسان بمبالغ عظيمة، وهي وبال عليه وعلى أهله. وإذا لم تدخل الملائكة دخلت الجن والشياطين والسحرة. نحن يعني منعنا من كثير منها، من الكلاب اللي يعني في عند الغرب يناموا معاها وبيتها معاهم واحنا نقلدوا فيهم، ما يصيرش. الكلب لغير حراسة أو ضرورة ما لا داعي يكون في البيت. كذلك الصور، هذه المنهيات. والله يا إخواننا رأي فعل سؤال الرجل بارك الله فيه، بارك الله فيه، يعني فعلا يجب أن نطهر بيوتنا. يا سيدي يا سيدي اعتبرها من المكروهات وحول، إن اعتبرتها من المحرمات فبها ونعمت، هذا حرام. إن اعتبرته من المكروهات أو هو كان من المكروهات، لأنه هناك منه ما هو من المحرمات وهناك ما هو من المكروهات، وهناك ما هو من المباحات اللي ما فيش روح يغنيك منظر باي. يا سيدي حتى المكروه شو تدير به؟ نفترض علماءنا قالوا مكروه وبعض الأئمة قالوا حرام،
وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. فاستعينوا بالله واجعلوا بيوتكم للذكر والدعاء، ولا تمنعوا ملائكة الله من دخولها والبركة من دخولها، وحتى تحفظوا من الجن ومن السحر الذي طال واستطال في دنيا الناس اليوم. جزاكم الله خير شيخنا. إذا نستقبل مع المكالمات الأخرى. بارك الله فيكم. أخ ميلاد إن شاء الله مازال معانا من سبها، تفضل ميلاد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخي ميلاد. سؤالي للشيخ، الفرق بين القول الراجح والمشهور أيهما أفضل؟ يعني القول والمشهور عند المالكية صح؟ عند المالكية نعم وغيرهم. حاضر حاضر يا ميلاد، حاضر، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. بنت ليبيا تفضلي. بنت ليبيا هاي. نعم يا بنت ليبيا تفضلي يا أختي. نعم إذن خلاص خمس دقائق مازال إن شاء الله تعالى. شيخ الأخ ضياء مسلاتة يقول في ناس تطعم في الشيخ عبد السلام الأسمر، كيف هذا يعني؟ الشيخ عبد السلام الأسمر رحمه الله تعالى، وإنك لتعجب الآن أن تسمع من يقول رحمه الله، يعني عندنا بلاء عظيم. تجد الناس يقول قال الإمام مالك رحمه الله، البخاري رحمه الله، الدردير رحمه الله، مثلا أئمتنا. بقى لما تجي لبعض المشايخ يقول لك الشيخ فلان وخلص، أو سيدي فلان، وما يقول رحمه الله. لا أدري هل هناك أحد لا تطلب له الرحمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه أمرنا بالصلاة عليه، والصحابة بالترضي عليه، هذه نصوص. أما الباقي فنقول رحمه الله، أو نقول حتى رضي الله عنه، من باب الإنشاء للخبر، من باب الإنشاء للخبر. أما في الصحابة من باب الخبر. قديما كتب أحد مشايخنا رحمه الله تعالى، قال الشيخ عبد السلام الأسمر ضاع بين الغالي فيه والجافي عنه، بين الغالي فيه اللي طلع من منزلته إلى منزل أعلى، أو أنزله عن منزلته، فلا نغلو فيه ولا نجفو عنه. باي. أما ما يقع حول ضريحه أو ما يقال فيه مما لم يقله هو، فهذا يتحمل تبعته من يقول به، من يقول هذا القول، من يقول الأقوال التي. فلذلك ما يقال هذا نعرضه على الكتاب وعلى السنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو من الحق، وما خالفهما فهو من الباطل. لكن لا نطعن فيه كما يفعل بعض الناس، ولا نغالي فيه أيضا، ولا نغالي فيه، لا نصف بأوصاف لا يوصف بها البشر، ولا ننزله. الناس منهم من يقول هو عالم، ومنهم من يقول هو ليس بعالم، الله أعلم. من حيث التركة متاع يعني كتب والله كذا، ما نعرفش عند الوصية، وهذه اللي يليه والله من كذا ما نعرفش. لكن في بعض الرسائل عني بها بعض مشايخنا وبعض الأساتذة، وجمعوها عند بعض الرسائل بعض كذا باي، لكن لم يكن مشهورا بتأليف كبيرة أو بفتاوى في العلم الشرعي. فلذلك ونحرص على كما قلت، لا نزيد فيه ولا ننقص، وأمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب شيخنا جزاكم الله خير، الوقت ضاق شيخنا، لكن في سؤال من ميلاد من سبا يقول الفرق بين القول الراجح والمشهور. هذا في كلام طويل، لكن على كل حال إذا كان هو يعني لا أدري ما المقصود من سؤاله، لكن الراجح ما كثر دليله،
أو ما هو برجح بالدليل، والمشهور ما كثر قائله. هذا باختصار، باختصار. وأحيانا علمائنا يقولوا مشهور مبني على ضعيف، في بعض المسائل يقولوا هذا مشهور مبني على ضعيف، فما كثر قائلوه والراجح ما يعني عظم دليله أو سدد دليله أو كثر دليله. هذا والله أعلم في تفاصيل أخرى. نعم، جزاكم الله خير شيخنا، نسأل الله أن يبارك في أعماركم وفي علمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية، حفظكم الله تعالى. إذن إخوة الأخوات، ختاما جئنا لنهاية هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى.